سوي معاكم اليوم أبسط طريقة شاورما، شاورما دياي بطريقة وايد سهلة وايد لذيذة. أول شيء بنسوي نتبل صدور الدياي. أوكي، حق الشاورما نحتاج صدور دياي فرش، تقطعونها، وعادة تقدرون تستخدمون المثلج بعد، تقطعونها بهذا الشكل شرايح طويلة. أوكي، ونتبلها تتبيلة وايد لذيذة. التتبيلة هذه تقدرون تسوونها قبل يوم، يعني تتبلون الدياي وتحطونه بالثلاجة، وثاني يوم تحضرون الشاورما، يصير طعم التتبيلة وايد أحلى. بس أنا للأمانة لأن توني قررت متأخر أن أسوي شاورما، فأتبل الحين معاكم ونسويها على طول. يعني تقدرون تسوونها مباشرة وتقدرون تتبلونها وتخلونها بالثلاجة، أفضل شيء على الأقل تتبلون الدياي 4 ساعات. نحتاج روب نتبل فيه الدياي. أنا تقريبا عندي هني 2 كيلو من صدور الدياي، استخدمت 2 قطعة روب. أوكي، روب اللي هو الزبادي. ونحتاج راس ثوم كامل مدقوق، ونحتاج عصير ليمونتين. نبدي الحين نحط البهارات. أوكي، أول شيء بتبل بالفلفل الأسود طبعا حسب الرغبة، وبحط بصل بودر، وبحط ثوم بودر، بحط كزبرة ناشفة، بهار دياي أي نوع أنتوا تفضلونه، ويفضل تحطون بهار شواء يعني بهار شوي، بابريكا، ونتفة كركم. حط شوية فلفل حار أحمر، حطينا بابريكا، البابريكا باردة فبحط شوية فلفل أحمر حار. أوكي، والملح، وزيت زيتون. ما تحبون زيت زيتون تقدرون تحطون زيت ذرة. نتبل هذا كله عدل، وعقب ما تتبلونه تلفونه بنايلون وتدخلونه الثلاجة على الأقل 4 ساعات، ويفضل ليلة كاملة. أوكي، وتقدرون تسوونه مباشرة نفس ما أنا بسوي الحين، بس قلت لكم كل ما يطول الدياي بالتتبيلة كل ما يصير أحلى. تبلوه عدل عدل عدل، تأكدوا إن الدياي كله تغلف بالتتبيلة وبس، وسلامتكم. كذي الدياي جاهز، خلصنا، نقدر الحين نستخدمه أو مثل ما قلت لكم ندخله الثلاجة. تمام، طبعا حق الشاورما نحتاج خبز، مثلا تبون خبز لبناني، خبز صاج، صمون، كيفكم. نحتاج سلطة بقدونس وبصل، بسويها الحين معاكم. نحتاج تقدرون تسوون ثوم إذا تحبون، أو صلصة طحينة، أنا بسوي صلصة طحينة، أحب الشاورما مع صلصة طحينة. وبسوي معاكم البطاطا الحرة. قبل لا نسوي الشاورما بسوي معاكم خلطة البصل اللي بنحطها بالسندويشات. عندي هني بصل شرايح. أوكي، حطه كله. وعندي بقدونس مفروم، نحط عليه سماق. الخلطة هذه حلوة مع المشويات، حلوة مع الشاورما. أوكي، بس نفرك الحين البصل عدل كذي مع البقدونس والسماق، ونلفه بنايلون وندخله الثلاجة. بس هذا يعني حالاته تسوونه فرش، لا تخلونه يطول. أوكي، أنا بدخل الثلاجة على ما أخلص من تجهيز الشاورما. بس خلصين، أسوي معاكم الحين خلطة الطحينة اللي بنحطها بالسندويشات اللي بنسويها. أوكي، نحتاج هردة، صلصة طحينية، ونحتاج روب،
اوكي ونحتاج مايونيز ونحتاج قبل المايونيز خل احط فص ثوم انا ما فيني حيل وهذه يبلها حيل اوكي هذا المايونيز وبحط عصير ليمون ونتفة ملح طبعا تقدرون تستغنون عن المايونيز انا مرات اسويها بدون مايونيز بس اليوم حسيت ابيها كذي غنيه شويه عرفتوا فبحط مايونيز بس ترى مو ضروري كل مره اسويها بنفس المقادير بدون مايونيز احط عصره ليمون ونخلط بسم الله بس وهذه بعد ندخلها الثلاجة كذي خلصنا شغل الشاورما نبدي بتحضيرها اوكي طبعا تذوقون حط ملح شوي انا ما حطيت تذوقون تشوفون شنو تحتاج تحتاج ليمون اكثر تحتاج طحينة اكثر تحتاج ملح اكثر تضيفون وبس سلامتكم شوفوا الطحينة بسوي نوعين بسوي صوص سبايسي وصوص عادي راح اخذ من الطحينة اللي جهزتها وتقدرون تضيفون لها اي صوص سبايسي عندكم انا تدرون يعني تدرون شو راح اضيف اكيد دقوس بوديتش اوكي عشان يصير نصها سبايسي ونصها عادي والدقوس اي صوص حار عندكم مو شرط بوديتش انا لان احب بوديتش فبضيفه تمام اصلا تقدرون تحطون يعني تشيلي باودر مو شرط دقوس او صوص حار ووي على ريحة بوديتش وخلصنا نبدي الحين بتجهيز الشاورما الدياي عندي متبل جاهز راح احط هني زيت نباتي زيت ذرة اوكي وانا اخترت معون عود بنات علشان يعني توزع الشاورما فيه ما يطلع دياي وايد ماي هو راح يطلع ماي اكيد من التتبيله بس ما بيطلع وايد ماي عشان كذي اخترت معون عود عشان توزع كميه الدياي وكل الدياي تحوش حراره بنفس الوقت اوكي بسم الله نبدي نوزع الدياي ليش بحطه كله مع بعض ابي كله يستوي نفس الاستوى عرفتوا ما ابي شيء مستوي وشيء لا النار عاليه ما قصر على النار كلش ابدي احمس الدياي نحمس لين الدياي يستوي ويتشوح اوكي لا تقصون صدور الدياي حجم سميك عشان تستوي معاكم بسرعه طبعا بهالاثناء راح تشمون روائح جدا جميله من التتبيله اللي حطيناها والبهارات شفتوا ليش اقول لكم ما نقصر على النار كلش لان الدياي راح يطلع ماي والماي هذا احنا ما نبيه ينشف نبي الدياي يتشوح ياخذ طعم التشويحة هذا عشان يصير شاورما عرفتوا فكذي نقعد نقلب لين ينشف الماي ويتشوح الدياي واذا خايفين الدياي ما يستوي تقدرون تغطونه بس راح يستوي لا تحاتون صدور الدياي بسرعة تستوي 10 دقائق تستوي ان شاء الله يا بوي بخرت البيت بخرت البيت بريحة الشاورما تينن
هذا وانا متبلتها اقل من نص ساعه. لو تبلونها اربع ساعات ولا ليله كامله تعالوا سولفوا لي عن الريحه والطعم. شوفوا بدا ينشف الماي. ادري الحين بتقولوا لي شلون نتاكد ان الدياي استوى؟ بنات كذي شوفوا بالقفشه الخشب بس تطقين الدياي كذي راح تنقص معاك. يعني شنو؟ يعني استوت. اذا حسيتي ان الدياي ما استوى عادي تقدرين تغطين الجدر اوكي وراح يستوي اكيد. انا ما قصرت على النار كلش اوكي، وبس الدياي عندي استوى بس ناطره ياخذ تشويحه. يا جماعة الخير تتبيلة عجيبة عجيبة، طبعا ذوقوا اذا حسيتوا يحتاج ملح زيدوا، انا ما راح ازيد. ممتاز مالح وحامض. بس الحين احنا وصلنا مرحلة التشويح التحمير، لا تخلونه يحترق، لون خفيف بسيط اصلا كذي عادي ينفع تقدرون تاكلونه كذي، بس انا بخاطري كذي اعطي تشويحة. هناك مجهزة مقادير البطاطا الحرة، بس الحين نطفي عن الشاورما ونبلش بالبطاطا الحرة. خلاص خالصين. الشاورما الحين جاهزة، نحطها بماعون التقديم. شوفوا التحميرة الخفيفة هذه اللي أبيها أوكي. لا تخلونها تنشف زيادة عن اللزوم، لأن تدرون دياي يعني هو بروحه ناشف، صدور دياي بروحه ناشفة مو نفس اللحم، فلا تخلونها تنشف زيادة عن اللزوم، كذي كافي. بنسوي البطاطا الحرة. البطاطا الحرة أنا مستخدمة البطاطا الجاهز قليته وبستخدمه. تقدرون تسوون بطاطا فرش تقصصونه كذي بهذا الحجم وتقلونه، بس الفترة الأخيرة مو قاعدة أحصل البطاطا فرش اللي يصير كريسبي، فعلشان كذي استخدمت البطاط الجاهز. إذا حصلته بطاطا فرش يصير كريسبي أكيد أفضل أوكي. أول شيء بحط زيت وبحط، طبعا أنا كمية عندي كبيرة عشان كذي مستخدمة راس ثوم كامل مدقوق. أحمس الثومة بالزيت أوكي، من غير لا نغير لونها، ما نبي اللون يتغير كلش. بس تطلع ريحة الثوم نضيف الفلفل الأحمر. تحطون بابريكا وفلفل حار عشان لا تصير وايد حارة. هذه بابريكا أوكي، أنا ما عندي فلفل حار بودر، فبحط عندي بابريكا نوعين، عندي هذه الخشنة وعندي البودر، فبحط بابريكا نوعين اوكي، وبحط فلفل حار المدروش لانه ما عندي بودر، طبعا هي اصولها بالفلفل الاحمر البودر. بحط عصير ليمونتين وبنزل البطاط. طول الحين انزل البطاط المقلي. بسم الله اوكي، ولا تخلونه يطول عشان البطاط لا يصير لين، لانه بيظل كريسبي. على طول قلبوا وقدموا، بس بنحط رشة كزبرة. بسلامتكم، اسهل بطاطا حرة، سهلة وايد وجدا لذيذة. هاي لو تشمون اللي قاعدة أشمه أنا الحين، أبي الريحة، أبي خيال. بس وسلامتكم وتعيشون أحلى بطاطا حرة، تاكلونها مع المشويات مع الشاورما بروحها كيفكم، مع بيبسي بارد كله ينفع. بذوق حبة. سلامتكم، تقدرون تحطون رشة ملح، أنا اكتفيت بالليمون،
ما بيها تصير مالحة، ولأن البطاطا الفريش أساساً مملح، سوري البطاطا المثلج أساساً مملح. الآن نقدم البطاطا الحرة ونتعشى، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. أتمنى وصفات اليوم حازت على إعجابكم وتطبقونها وتقولوا لي رأيكم. طبعا الطعم شيء خيال، شيء خيال. وهيا الى مائدة الطعام، الشاورما جاهزة والبطاطا الحرة جاهزة وبنتعشى. ما شاء الله تبارك الرحمن، يا رب يديمها نعمة وتحفظها من الزوال. عشاي اليوم جاهز. عشان نقلد المطاعم حتى الخبز نفس الخبز مال المطاعم مال الشاورما اللي هابين فيه. هني الصلصات جاهزة، صلصة الطحينية العادية والسبايسي مع المخلل والبقدونس والفلفل الحار، وهني البطاطا الحرة خلطة البصل والبقدونس والدياي اللذيذ. بسم الله نسوي أول سندويشة مع بعض. أول شي بحط صوص، بحط الصوص السبايسي، بحط من النوعين، بسوي ميكس صوص سبايسي وصوص عادي. كثر صوص، حبها جوسي أنا. أوكي، وبحط الحين الدياي، حط الحين من الدياي. بسم الله. أوكي، وبحط من خلطة البصل. وبحط مخلل، هذا المخلل حط شوية. تقدرون تحطون بطاط مقلي بعد إذا تحبون، أنا ما راح أحط. تقدرون تحطون بقدونس إكسترا بعد إذا تبون، أنا بكتفي باللي حطيته. ويلا نقرم. بسم الله، شوفوا الشكل قبل لا أقرم، شوفوا الجمال. بسم الله. والله يا جماعة الخير إنها أقوى من أقوى شاورما دياي أنا جربتها. إيش كثر جربت شاورما دياي قوية بمطاعم، هذه أقوى. جربوها، التجربة خير برهان. اتينن. والصوص خيالي، عطاها طعم ينن. عجيبة عجيبة عجيبة. لحظة، مع بطاطا حرة. وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. يلا عن إذنكم أناديهم يتعشون وأشوفكم باكر إن شاء الله. باي باي. رهيبة.